السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 214 juzuk yang kedua muka surat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. حسبك. Soalan yang kedua dari surat Al-Anfal ayat 17 juzuk yang ke-9 muka surat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Sila sambung ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم.
بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون حسبك. Soalan yang ketiga dari surat An-Nahl ayat 78 juzuk ke-14 muka surat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sila sambung ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون حسبك. Soalan yang keempat dari surat Al-Ahzab ayat 59 juzuk yang ke-22 muka surat 426. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhin يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn
وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا حسبك سؤالان yang kelima sila baca dari awal surat الدخان juzuk 25 muka surat 496 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين حسبك Beralih ke bahagian tafsir. Soalan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yaraw ilat tayri musakhkharatin fi jawis samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Suratul Nahl ayat 79. Soalannya sila terjemahkan ayat tersebut dengan sempurna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير Apakah kamu tidak memerhatikan
bagaimana burung musakhkharatin fi jawis sama berterbangan di langit. Ma yumsikuhunna illallah. Dalam keadaan Allah menetapkan burung-burung itu tidak jatuh. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu beriman. Allahu a'lam. Jawapannya kurang tepat. Jawapan yang tepat ialah, tidakkah mereka melihat pada burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa, tiada yang menahan mereka dari jatuh melainkan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Soalan yang kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi maksud ayat berikut. Maksud ayat, dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlain-lain jenisnya, dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi kaum yang maha mengingati nikmat-nikmat Allah itu. Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlain-lain jenisnya, dimudahkan juga untuk kegunaan kamu. Sesungguhnya yang demikian satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi kaum yang mahu mengingati nikmat-nikmat Allah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Jawapannya tepat. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.